غير المنتخبين هم الذين يحكمون بينما المنتخبون هم في السجون. لو كان لديكم أي شكوك على بأهمية مصر فأمل أن هذا الشك قد انحل وقد اختفى من أذهانكم، فالعالم كله يراقب وينتظر ويحاول أن يفهم ما ستفعلونه في الأسابيع القادمة. عندما قلنا أن هذا الأمر انقلاب فلماذا قلنا ذلك؟ كانت هناك عملية انتقال سلطة لكن ليس عن طريق صناديق الانتخاب. لماذا ما زال ندعم العلاقة مع مصر؟ المستقبل سيقرره ما سيحصل هنا في مصر، وإننا نأمل أن العملية الانتقالية ستكون عودة إلى الديمقراطية، لأن كما قال سنتر مكين هذا هو الشكل الوحيد للعملية الانتقالية التي يمكن أن نحن ندعمها.